الثورة دي الشعب البسيط الغلبان هو اللي نزل، نزل يقول آه، نزل يقول عايز رغيف خبز، نزل يقول جوعنا، نزل يقول عايزين أمان، نزل يقول كفى فسادا، نزل يقول ما تبيعوش مصر، نزل يقول ما تتاجروش في الدين، نزل يقول مصر مش ليكوا أنتوا يا نص مليون ولا مليون حتى، مصر ده 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 حكم تاني، ده حكم بيفكرنا بحكم الأتراك، حكم الدولة العثمانية لينا، لما أذلوا 90% أو 95% من الشعب و5% أتراك كانوا مسيطرين على الأرض وعلى الزرع وعلى كل حاجة في البلد. ده دول ناس نوع من النازية، نوع من الفاشية، نوع من التعصب لم تعرفه مصر ولن تعرفه مصر. أنا أعتقد وقراءة الأحداث تقول مصر استفاقت الآن، والوجع والمر والمرار والألم اللي شفته في 7 شهور بيقول لا، لا نحتمل المزيد، لا نريد المزيد ولا نقدر على المزيد. معنا الثائر الأستاذ محمد أبو حمد، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم وأهلا بمستمعيك. ربنا يباركك وربنا معاكم، وعندنا أمال كبيرة المرة دي، أمال كبيرة إنكم ما تسيبوش الميدان، كان نفسنا نكون معاكم بقلوبنا بأجسادنا بأرواحنا، لكن أنتوا عمل مصر. والله اللي حصل النهاردة هو بداية حقيقية للثورة ضد النظام الفاشل اللي بيحكم مصر، ولسه كمان عندنا نفس الأمل اللي موجود عند حضرتك إن شاء الله المرة دي التحركات الشعبية تفضل تغيير حقيقي في اتجاه تنفيذ مطالب الثورة إن شاء الله، والتخلص من النظام الفاشل اللي بيحكمنا دلوقتي. ايه اللي عرفنا ان دي هتكون زي كل مرة؟ ليه مختلفين المرة دي؟ ليه حاسين ان احنا مختلفين المرة دي؟ ايه اللي مدينا الامل ده؟ اتفضل. بص يا فندم، هو عموما طبيعة التحركات الشعبية في الشارع هي تراكمية وتصاعدية، بمعنى انه في اول تحرك حصل في 24 اغسطس كان في مجموعات مقتنعة انه النظام الفاشل الحالي هو نظام يعني يقود البلد الى الخراب، وكانت متوقعه الاداء المخزي للنظام الحالي، واقتنعت بالكلام ده من بدري وتحركت. وكان في اعداد اخرى من المواطنين لسه مش مقتنعه قوي وشايفه ان النظام محتاج شويه وقت وان لسه ما ينفعش يحكموا عليه دلوقتي. وبعدين لما استمر النظام في ممارساته الديكتاتوريه وانطلاقه من قرار لقرار ومن اجراء لاجراء الى ان صدر الاعلان الباطل الاخير اللي نزله مرسي وسماه اعلان دستوري، اقتنع عدد اكبر من المواطنين ونزل عند الاتحاديه في التظاهرات اللي قبل الاستفتاء الباطل على الدستور الباطل اعداد اكبر من اللي كانت موجوده في 24 اغسطس. وبعدين لما حصل الاستفتاء الباطل وحصل تزوير واضح فيه وتم تقديم بلاغات آلاف البلاغات ولم يتم البت فيها، مع الفشل الاقتصادي، مع البيان كذب وخداع سواء الرئيس أو الجماعة اللي بينتمي فيها، عدد أكبر وأكبر من المواطنين اقتنع ونزل النهاردة. النهاردة حضرتك بتشوف اللي موجودين هتجد ناس من فئات عمرية مختلفة، هتجد ناس كان الطبيعي إن هم ما بيشاركوش وان هم مشغولين بالجري ورا لقمه العيش، لكنهم بقوا شايفين ان من الجري ورا لقمه العيش ان هم يسقطوا النظام الفاشي ده. فاللي عايز اقوله ان بنقول ان في امل، لان احنا حاسين ان في قطاعات واسعه اقتنعت باللي احنا كنا بندعو اليه من اول شهر 8 اللي فات لما نزلنا في 24 اغسطس وكان في لسه ناس مش مقتنعه انها لازم تنزل. الاحداث النهارده الخريطه الجغرافيه ليها مغطية معظم المحافظات الرئيسية اللي كانت موجودة في الثورة الأولى، القاهرة والاسكندرية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية ودمياط والمنوفية والشرقية، نتيجة إن عدد كبير من المواطنين على مستوى الجمهورية بقى عندهم نفس الإحساس اللي كان قد يكون موجود بس في محافظات اللي فيها مدنية أكثر زي القاهرة والجيزة في التظاهرات الاولى اللي قامت ضد النظام الفاشي ده. فكل دي كلها عوامل بتقول انه احنا كل ماده القناعه الشعبيه بتزيد، وزي ما كل مره بتكلم مع حضرتك هو اللي ممكن ينهي الحاله اللي احنا فيها دي
هو الشعب اللي ممكن يتصدى للبلطجة اللي موجودة من النظام الفاشل الموجود حاليا والجماعات الإرهابية المرتبطة به، هو الشعب اللي ممكن يقوي قلب القضاء وقلب الجيش على ان هم ينفذوا القانون ويفعلوا القانون، هو الشعب. عشان كده لما بقول ان احنا متفائلين اكتر المره دي، لان في فئات اكتر من الشعب بقت مقتنعه، في فئات اكتر من الشعب بقت موجوده معانا وبقت موجوده في الشارع. طبعا نتيجه انه النظام الفاشل الحالي بممارساته الاجراميه اللي موجوده في الشارع ادى رساله للشباب انه فلسفه البلطجه هي اللي ممكن تكسب. فاكيد حضرتك متابع معانا وشايف ان في مجموعات كتيره جدا طلعت عندها استعداد انها تواجه بلطجه جماعات زي حازمون او غير حازمون، وتقدر انها توقفها عند حدها زي بلاك بلوك وغيرها من المجموعات اللي ظهرت النهارده، واللي الى الان محدش يعرف مين اللي انشا المجموعات دي ومين اللي بيحركها، لكنها زي ما حضرتك شايف ومتابع بتتحرك وتبقي رساله واضحه جدا ان النظام الفاشي ده اذا استخدم المجموعات الارهابيه اللي فتح لها ابواب مصر وجابها من الشيشان ومن الصومال ومن كل مكان حول العالم غير اللي خرجهم من السجون انهم ممكن ينفعوه، فالنهارده الشباب المصري بيقول له اذا يعني سولت فيك نفسك انك تطلع ميليشياتك عشان يمارس عنف ضد الشعب، هيطلع لك الشعب وشباب الشعب المصري قبل الجيش وقبل الشرطه وهيتصدى ليكم بكل قوه وبكل حزم وهيدافع عن بلده ومقدساته.